ها؟ ما اسمع. ريكس وريكس. لا فرق بين الريكسي والريكسي والريكسي أيضا في حديث ابن مسعود. نعم. تأذن ربك معناه تعهد الله لليهود بأن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. لذلك أنا أقول إن المقاومة الآن الذين هم قوم عزل عزل ليس لا يملكون سلاحا ولا مالا والعالم كله يعاديهم هم آية من آيات الله لأنه تحقق بهم هذا الوعيد. إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الشيخ السر في تكرار قصة السحر موسى اللي شافها